أوه، يبدو أنها ليلة هادئة أخرى في عالم الحراسة. دخول لا بأس به لجاسوس مرفوض. أنت قف مكانك. ألغيت العملية. أليست الحياة الجامعية رائعة؟ بكل تأكيد، ليس لدينا شقة رائعة فقط، بل لدينا وقت فراغ كبير ننطلق فيه بحرية. والآن ماذا سنفعل أولاً؟ نذهب للشاطئ أم نتجول في السوق أم نشاهد فيلماً؟ أختارها كلها بعد تفقد صندوق بريدنا الجديد. مرحباً أليساتي، كيف حالكن؟ كنا بخير يا جاري حتى جعلتنا نموت من الفزع. ماذا تفعل هنا بحق السماء؟ نعم، أتيت لأخذ إيجار هذا الشهر للقاء السكن والطعام. السكن والطعام؟ عما تتحدث؟ أتحدث عن الشقة الفاخرة، أحسبتم أن الإقامة مجانية؟ نعم، حسبناها ميزة جديدة من ووب. أيام الحصول على المميزات قد ولت، أمام كنا حتى نهاية الأسبوع للدفع، فهذا ما يحدث في عالم الواقع. سلام. واو، لم أتوقع أن تكون الحياة الجامعية مكلفة. أكره قول هذا، لكن أعتقد أن علينا البحث. لا، لا تنطقي الكلمة، لا لا لا. أليكس معها حق يا جلوفر، إن أردنا إبقاء شقتنا الواسعة فلنودع الحرية ونستعد للشقاء. سام تولي الخزينة، أليكس قومي بالخدمة، وجلوفر اطحني القهوة. متى سنتقاضى راتبنا؟ حين تقومين بالعمل. هيا عملي. ما هذا؟ كم هو شخص متسلط؟ انظري للجانب المشرق، نشرب ما نشاء مجانا. نعم، عملنا الجديد ليس سيئا. أريد القهوة بحليب الماعز وجنين القمح، وأريدها فورا. ماعز؟ ماذا تفعلن هنا يا فاشلات؟ التحقنا بجامعة ماليبو لنظل معا. لكن السؤال الأهم هو، لما أنت هنا؟ ألم تلتحقي بمعهد لتعليم التزلج؟ غيرت رأيها تماماً عندما وجدت أن بوسيها البقاء معي. رحبوا بقريبتي ميندي. والآن فنجانين من القهوة بحليب الماعز يا فاشلات. حسناً، هذا أمر مفزع للغاية. لا أعرف ما رأيكما، لكني فجأة صرت غير مرتاحة. آسفة، لكن علينا الانصراف مبكراً. مبكراً؟ في أول يوم؟ ولهذا لا يجب أن نجهد أنفسنا. نراك غدا. وداعا يا خمقوات. بعد أن ظننا أن أيامنا مع مندي قد ولت، سنتعامل مع اثنتين منها. أرى أن الثانية لهجتها مزعجة جدا. لو أمكننا الذهاب بمهمة جاسوسية لننسى كل مشاكل الكلية. انظر لهذا، إنها مادة جديدة تدعى مبادئ التجسس. لا يمكن، مادة تعلم الطلاب فن التجسس. بما أننا جاسوسات بالفعل، علينا الالتحاق بها. نعم، لنفعل ذلك. لماذا تقام المحاضرة بهذا المكان الغريب؟ إنها فكرة طريفة فحسب لصبغ الأمر بروح الجاسوسية. وقد نجحوا تماما، فأنا أشعر بقشعريرة شديدة الآن. قد لا يكون النجاح بالسهولة التي توقعناها يا بنات. كما يبدو لي أن الأستاذ لم يحضر حتى الآن. عليك إعادة التفكير أيتها الجاسوسة. مرحبا في مادة الجاسوسية، أنا بروفيسور فيرمونت الجاسوس العالمي الشهير. استعدوا لدرسكم الأول. فهم ممتاز للدرس، يبدو أنكن خبيرات في عالم الجاسوسية. من؟ نحن؟ أتمزح؟ لا نعرف شيئاً عنها. إننا جديدات تماماً في عالم الجاسوسية، ولكنكم الفريق الأمثل لتدريب دراسي أعددت له. لكن ما نوع ذلك التدريب؟ سنمثل مهمة جاسوسية من الماضي، اتفقنا؟ نعم. واو،
هذا تمثيل يشبه الواقع يا بروفيسور. نحسن استغلال مصاريف دراستكن، والآن هل نبدأ؟ منذ 20 عاماً في مهمة سميت عملية النسر، اخترق عميل مزدوج الحراسة بمجمع شبيه بهذا تماماً، وسرق سلاحاً قاتلاً دون أن يكشف أمره، وكانت مهمة رائعة. إذن ما دورنا نحن؟ ستقمن بالتسلل وتحاولن سرقة السلاح، لكنني أشك في نجاحكن كالجاسوس الأصلي. لا تكن واثقاً هكذا. حسناً يا بنات، حان وقت النجاح في المهمة، فلنبدأها إذن ببعض الجري. يا له من تقليد واقعي، البروفيسور لم يغفل أي تفاصيل. توقف! انظري، استأجر ممثلين لدور الحراس. إنهم ممثلون بارعون. ليسوا بارعين بما يكفي. هيا خدعة التعلق بماسورة الصرف القديمة تخدعه كل مرة. ما علينا الآن إلا أن ندخل. لابد أن السلاح المزيف بذلك الصندوق. كيف سنجتاز الحراس المزيفين؟ واتتني الفكرة. جلوفر، مستعدة لتغيير ملابسك؟ أتمزحين؟ ولدت مستعدة. احذري، البروفيسور يراقبنا. هل نسيتي؟ فعلا، علينا أن نفعل هذا بشكل تقليدي. ها أنا أجرب. في الأعلى. فشلت التجربة المختلسة. حسناً يا أليكس، ارفعينا. آسفة، لكننا وصلنا لأقصى حمولة. هذا سهل جداً، يجب أن يصعب البروفيسور تدريباته أكثر. صدقتي، حتى إننا لم نبذل أي مجهود. حسناً، حان وقت إنهاء هذه المهمة. هذا ما أسميه نجاحاً. هذا مجهود يستحق درجة الامتياز. تشعران بالسعادة لنجاحنا ليلة أمس؟ تماماً، المهام ممتعة حين تكون بلا ضغوط. لكن ألم تستغرب سعادة فيرمونت الغامرة حين أعطيناه الصندوق؟ وكأنه يؤمن أن به شيئاً ثميناً بالفعل. غالباً كان سعيداً لوجود طالبات ممتازات مثلنا في فصله. اتركنا ما تفعلناه وارفعنا أيديكن. وقاحة، أرسلوا من يرغمنا على دفع الإيجار. جلوفر، قلبي يحدثني أنهم ليسوا عملاءه. إنك محقة يا سام، لنهرب. ليس بهذه السرعة يا بنات. من أنت؟ وماذا تريد منا بالضبط؟ أنا السيد فرانكلين، عميد الكلية. هؤلاء العملاء سيقبضون عليكم لأنكم سرقتم مشروع جهاز التمدد. ماذا؟ مشروع ماذا؟ لا تتظاهري بالغباء يا فتاة. والآن أين السلاح؟ حقا لا نعرف عما تتحدث. إلا إن كنت تتحدث عن الصندوق الذي أعطيناه للبروفيسور فيرمونت. هل قلت من يا فتاة؟ فيرمونت، أستاذ مبادئ التجسس. لا يوجد أستاذ أو مادة بذلك الاسم، والآن قيدوهن. لكن يجب أن تصدقنا، إنها الحقيقة. صدقنا هذا، لقد انتهى أمركن رسميا في جامعة ماليبو. انتهى أمرنا؟ لكننا لم نبدأ بعد. ما كل هذه الضجة؟ إننا نحاول أن نتأمل قليلاً. ها، ما الأمر؟ أقبضت عليكم شرطة الموضة يا فاشلات؟ ياه، سأستولي فوراً على هذا السكن الرائع. بالطبع. كم أنا مستاءة لكل ما حدث. وأنا أيضاً. التفكير في أن ماندي تحاول الاستيلاء على شقتنا يصيبني بالغثيان. في الواقع أعتقد أنها كانت تتحدث عن اعتقالنا بتهمة السرقة. وأسوأ ما في الأمر أننا لم نفعل شيئاً. كلما فكرت في الأمر أقتنع أكثر أننا ربما فعلنا. ساعة
سام، عودي إلى الواقع. كنا نمثل العملية، أي أنها كانت مهمة مزيفة لا أكثر، أو لعلها كانت خدعة محكمة لدفعنا لسرقة سلاح حقيقي بواسطة أستاذ مزيف. هذا حقيقي، فلما يدرس جاسوس عالمي مادة في جامعة مالبو؟ وإن كان بهذه الشهرة، فلما لم نسمع به من قبل؟ هذا ما يسمى خداعاً. علينا الاتصال بجري على الفور. أين أنتم يا بنات؟ لقد تأخرتم على العمل. الأرض في حاجة للكنز ويجب خبز الكعك وطحن القهوة. مرحباً يا فيرجل، إننا مريضات جداً، ونحن لا يمكننا الحضور. ماذا؟ لا يمكنكم الحضور؟ إنه يومكم الثاني في العمل. آسفة، الطبيب سيأتي، علي الانصراف. واو، أرجو ألا يكون غاضباً، يبدو فيرجل منفعلاً جداً. سنفكر في ذلك لاحقاً، أما الآن فعلينا. مرحباً آنساتي، مستعدات لدفع الإيجار؟ انسى أمر الإيجار يا جري، إننا في ورطة. يا إلهي، ورطة في السجن؟ لا تتحرك، سأحضر في لمح البصر. لا نتحرك، وإلى أين سنذهب؟ واو، لم تبالغ عندما قلت سأحضر في لمح البصر. أخيراً الأداة التي ستساعدني على الانتقام. والآن اختبار بسيط. ثم قال: لا يوجد أستاذ هنا يدعى فيرمونت. فردد عليه قائلين: نعم. عندها قال: هيا ستأتون معنا. كم هذا غريب. ليس هذا فحسب، وفقا لسجلات ووب لا توجد مهمة باسم عملية النسر. إذن كنا في الواقع نقوم بعملية سام وغلوفر وأليكس. يبدو ذلك. يجب أن نتحقق من هوية فيرمونت. يبدو أن الجاسوس العالمي ما هو إلا جاسوس مرفوض. يبدو أن الجميع رفضوا ضمه إليهم. لقد رفضته كل منظمات الجاسوسية في العالم. أظن أن حرف الفاء في اسمه يعني فاشل. إذن السؤال هو: ما الذي دفعنا البروفيسور فيرمونت لسرقته؟ مشروع جهاز التمدد. ذكر العميد فرانكلين ذلك. ما الذي يمدده هذا الجهاز؟ أي شيء. صمم كسلاح سري ذي قدرة على تكبير الأشياء إلى حجم يفوق حجمها مئات المرات. عرفنا الآن ما في الصندوق، ولكن لما يريد فيرمونت سلاحا كهذا؟ أتريدنا رأيي؟ يستخدمه لرفع روحه المعنوية. لم يكن زلزالا. المجسات الفضائية كشفت أن الكوكب تضخم بنسبة 2%، مما يعني أن فيرمونت استخدم الجهاز الذي سرقناه لتضخيم الكوكب. رائع، أيعني هذا أن حجم الشواطئ زاد 2%؟ ثقي بي يا غلوفر، هذا ليس شيئا جيدا. حددت الآن مصدر الاضطراب، جامعة ماليبو. إذن علينا الذهاب إلى هناك قبل أن يفجر الأرض. والآن الأدوات: القلم المتفجر ذاتي الدفع، واللبان المتمدد، ومفاتيح الطائرة التي تحوي حلل الغطس. رائع. الطائرة تستخدم في المهام الرسمية فقط، وليس للسفر إلى باريس. إلى اللقاء. ها هو كهف فيرمونت، اهبطي يا أليكس. بفضل زي الغطس لم يبتل شعرنا. زي الغطس؟ أرجوك، كنت أمزح فحسب. انظرن، إنه جهاز النفخ الذي عرضه علينا جاري. وكما توقعنا، قام فيرمونت بتجربة الجهاز. لذلك كنتن بارعات بالأمس. تلميذات البارعات جاسوسات بالفعل. لم تخبرنا أنك بروفيسور مزيف. ربما عليك تغيير اسم مادتك إلى مبادئ الكذب. لدي فكرة أفضل، لما لا تأخذ إجازة طويلة في سجن ووب؟ وأتخلى عن مهمتي الانتقامية بتكبير الأرض حتى تنفجر؟ مستحيل. إذن أنت مستعد للموت من أجل الانتقام. لا يمكن، سأنفذ خطتي من على متن سفينة الفضاء المتطورة التي بنيتها. سفينة؟ إنها كومة خردة. إن لم تكن أستاذاً أو جاسوساً، وبالتأكيد لست مهندس سفن فضاء، فما هو عملك؟ أسرق معداتكم. تسرق طائرتنا؟
لو كنت مكانك ما كنت لأغضب جيري، فهو مزعج بما يكفي وهو راض. اطمئني، خطة هذا الفاشل لن تصل إلى ذلك الحد. أيها المستجد، ما زال الدرس مستمرا. كيف تجرؤ على استخدام حيوان بحري جميل ضدنا؟ كيف؟ سينتهي عذابكن قريبا إن لم يقضي عليكن تأثير جهازي، فسيفعل المد. انتهى البث. ماذا سنفعل؟ لا يمكننا الحركة داخل هذه المحارة. كيف لا تخاف القواقع والأماكن الضيقة؟ حصلت على اللبن دائم التمدد. جلوفر افتحي فمك. يا مذاق هذا اللبن مقزز. أظن أن جيري اخترع مذاقا يعجبه هو فقط. جلوفر الوقت يداهمنا، استمر في المضغ رغم مذاقه المقزز. كما أثق أن جيري لديه معجون أسنان قوي لتتخلصي من رائحة فمك الكريهة. جيري مدين لي بفرشاة أسنان. هيا لنمسك بالمزيف. فيرمونت جهاز التمدد ببطن طائرتنا. بدأ بالفعل تنفيذ خطته الغبية. التعرض لهجوم غابة الشريرة جديد علي. إنهن جاسوسات بارعات، لكنهن لا يضاهين دراستي للجاسوسية بالمراسلة. آنساتي الموقف خطير، عليكن إيقاف جهاز التمدد وإلا سينفجر العالم. جري، نحن ندرك خطورة الموقف. تحيا الأبراج المتمددة. جري مزعج حتى وهو صورة. رائع، وكأن الأمور لم تكن سيئة بما يكفي. كدنا نحترق. لا تخافي، لأن معي الأداة المناسبة لوقف الشعاع، القلم المتفجر. لقد توقعت هذا بالضبط. دعيني أنا أحاول. أحسنت التصويب. لن يفسد أي جاسوس منافس مهمتي. حان وقت مواجهة الجواسيس. يا إلهي، عاد الجهاز للعمل وهو متجه نحونا. لدي فكرة ستقضي على فيرمونت للأبد. اتبعاني. سنحاربه باستخدام الكعب. بالتأكيد. كاكو يمكنه إيقاف طائرته؟ يجب أن يصلح جيري ذلك. أحسنتم آنساتي، الآن وقد أعدنا العالم لحجمه، يجب أن نعيد هذا الجهاز لأصحابه فوراً. نحن سنعيده يا جيري، فبما أن العميد طردنا من الكلية لدينا الكثير من الفراغ. ستشعرن بالسعادة لمعرفة أنني سويت الأمر مع العميد وستعدن إلى الجامعة. سويت الأمر معه؟ هل ووب محت ذاكرته؟ لن أفصح عن هذا، لكنني أصرح بأن ووب ألغت إيجار الشقة. اعتبروا أنها هدية. أهذه مفاجأة سارة؟ شكرا يا جيري. يجب علينا العودة للجامعة لكي نتأكد أن ماندي وميندي لم تستولي عليها. يا بنات استعدوا للمعركة، فنحن لن نتخلى عن شقتنا الفاخرة. يبدو أننا ثرنا بلا سبب يا بنات. لا تقلق، نحن مستعدات للعمل. لست قلقا، بل وقد عثرت على من يعمل مكانكم.
يا للقرف! أكان معكن بطاقة خروج من السجن؟ لا أصدق أنكم ضيعتم وظيفة رائعة كهذه. فعلاً فاشلات. أسفة، لكن حتى لو كان هذا العمل بغيضاً فهو لنا. تفضل يا فيرجل، أحضرنا لك هدية صغيرة. صغيرة؟ هذه أكبر حبة قهوة رأيتها. لقد أعدتكن للعمل رسمياً. في هذه الحالة مع السلامة.